فقال لي يا ابن آدم اذهب امضي الى بيت اسرائيل. بعد ما اداله الدرس هو الاول قال له بقى روح كلم بيت اسرائيل وكلمهم بكلامي، انت غير مرسل الى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان بل الى بيت اسرائيل. يعني انا مش بعتك لناس غرب ما تفهمش لغتهم ولا عاداتهم وتقاليدهم، ده انا بعتك لايه؟ لشعبك، يعني هيفهموا لغتك بايه؟ بسهولة. لكن مع هذا لا الى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تفهم كلامهم، فلو ارسلتك الى هؤلاء لسمعوا لك. يعني لو كنت رحت للناس غرب ما يفهمهاش كان هيسمعوا لك، لكن اللي يعرفوك ويعرفوا لغتك مش هيسمعوا. ربنا في الاول وضح له الحالة وفهموا الوضع كويس قبل ما يديله الرسالة اللي يروح ايه يقولها. لكن بيت اسرائيل لا يشاء ان يسمع لك لانهم لا يشاءون ان يسمعوا لي. هم هيرفضوك، بس وقع الامر مش هيرفضوك انت، ده هم رافضيني ايه انا. عجيب ربنا في معرفته لداخلية الانسان ولنفسية الانسان الا انه بيستمر يتعامل مع الانسان. يعني شوفوا ربنا عارف ان الناس دي هتقول له لا هترفضه، ده انا لو رحت قلت لك روح زور فلان تقول لي ده فلان ده بيكرهني ده هيسك الباب في وشي اروح له؟ صعبة. لكن مع هذا ربنا بيروح وبيوصل لكل انسان بالرغم انه عارف انه هيترفض ويتسد الباب في وشه. ايوه بس لان هما كان عندهم الامانة ان هما يوصلوا الرسالة، لان هما كان عندهم الامانة ان هما يوصلوا الرسالة. ده في رأيك الشخصي انك بتضيع وقتك مع واحد هيرفضك، لكن في نظر الرب لا انت ما بتضيع وقت. ده الوقت ده مهم جدا، هيعمل حاجة من اتنين، لان هيحول الزوان الى حنطة. لو كنتوا فاكرين يوم الثلاث اللي فات بنتكلم عن مثل الزوان والايه والحنطة، لما قالوا له روح نقلع الزوان قال لهم لا دعهما ينميان ايه كلاهما مش وقته. لان ممكن الحنطة دي تبقى اسف، لان ممكن الزوان ده يبقى ايه حنطة، ادوله فرصة او هيكون هذا الكلام ايه شهادة عليه. فاكر ارسالية المسيح للتلاميذ لما قال لهم هتروحوا اللي يقبلوكم قولوا لهم سلام وقد اقترب منكم ايه ملكوت السماوات، واللي يرفضوكوا انفضوا الغبار وامشوا، لكن وانتم ماشيين برضك قولوا لهم ايه قد اقترب منكم ملكوت الايه السماوات، قولوا لهم برضك. هنشوف الرجاء ده بتاع حسكال ظهر ازاي بس بعد شوية اصحاحات. السؤال ده مهم، ازاي الخادم يفرق ما بين ان رفض الناس للكلمة نتيجة قصوره هو الشخصي وما بين رفضهم لله شخصيا. النقطة دي مهمة، لو الخادم بيفتح بقه وربنا بيأكله وهو بيطاوع يبقى الرفض ده لمين؟ لربنا. لكن لو هو بيتكلم من نفسه وما بيروحش يقول كلام ربنا يبقى عيب. هو عارف وكل واحد يعرف نفسه كويس. كلم لك عربي حاضر. عيشها اختبرها وبعدين وصلها. نعم. ما احنا قلنا يبقى شهادة عليك، عشان لما يقول له انت بلا عذر ايها الانسان مش حكاية ما يغيرش لبهم وخلاص، لان دي الارادة بتاعت الانسان، هو بيخبط لكن ما يقدرش يكسر الباب. لكن بيت اسرائيل لا يشاء ان يسمع لك لانهم لا يشاءون ان يسمعوا لي، لان كل بيت اسرائيل صلاب الجباه وقصاة الايه قلوب، مخ صلب وقلب قاسي.
بالرغم من ان الشعب اليهودي كان عنده عبادة وكان عنده ذبائح بتقدم كل يوم، لكن كان عنده علاقة شكلية خارجية بينه وبين ربنا. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه فايه؟ فمبتعد عني كل البعد. عشان كده خدوا بالكم من نقطة مهمة، قد يضطر الله انه يزيل مجد الانسان الخارجي ويذله عشان الانسان يبص لحياته الداخلية كويس، لانه ممكن في المجد الخارجي يتملهي مش حاسس، وده اللي عمله مع شعبه، ذلهم فضحهم. مثال المجد الخارجي اورشليم مدينة الملك العظيم والابواق والكهنة، لما كنت تفتكروا مراسي ارمية اورشليم مذللة ومقعدة في الارض وكهنتها يبكون وعذراها يتمهدون، لما تشال المجد الخارجي يستيقظ الانسان. عشان كده ما تزعلوش من ربنا لما يخبط شوية جامد. ايوه عشان كده لازم يقول للانسان اصحى، مش هو اللي عمل كده فيهم، ده هم اللي نسيوا ايه نفسهم. يقول من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. عشان كده يا انسان خد بالك باستمرار من ايه؟ من نفسك، لا تكن متمردا كالبي المتمرد. قد جعلت جبهتك كالماس اصلب من الصوان، هم ناشفين لكن انت انشف منهم، فلا تخفهم ولا ترتعب من وجوههم لانهم بيت متمرد. لان هو ده فعل الخطية، انه يزيد قساوة القلب ويزيد قساوة النفس. تفتكروا برضك اتكلمنا عن كلمة القساوة او الهاردنس دي، اديناها بمثل الكل اللي بيطلع للانسان فين؟ في رجليه. لما بيلبس حاجة ضيقة الجزمة بتضغط على رجله فبتمنع وصول الدم للطرف، فيبتدي يبص يلاقي الخلايا البرانية والانسجة البرانية ابتدت عمالة ايه؟ تنشف. لو استمر لبس الجزمة او الحاجة دي ضغطة ومنع الدم، تبص تلاقي في النهاية يوصل انك ممكن تشيله بايه؟ يوصل كده حاجة ناشفة قوي ممكن تشيله بايدك ينفصل. هي دي القساوة، مش عايز الدم يوصل، مش عايز الغذاء بتاع المسيح يوصل، ضاغط قافل يوصل في القساوة ان هو يموت فيتشال ينفصل. لكن ربنا بيوصل كلمته بقوة لكل انسان، وقال لي يا ابن ادم كل الكلام الذي اكلمك به. بيرجع ينبهه تاني ان العملية دي مش مرة واحدة لكن باستمرار. خد عملية الاكل، من يأكلني يحيا بي. عشان كده حسقيال خد كلمة ربنا والنبوة وعاش بيها، حولها الحياة، وبعدين بيديله تدريب حلم. اوعه في قلبك فمه اوعاه واسمعه بأذنيك وطوعه واخضع ليه. عشان كده وصل الكلمة لحد جوه مش بس لحد الود. وامضي اذهب الى المسبيين الى بني شعبك وكلمهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب ان سمعوا وان امتنعوا. ثم حملني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم مبارك مجد الرب من مكانه. ربنا اداله قوة كده ان الروح ايه؟ يشيله، شوفوا هيروح فين. وصوت أجنحة الحيوانات المتلاصقة الواحد بأخيه وصوت البقرات معها وصوت رعد عظيم. فحملني الروح وأخذني فذهبت مرا في حرارة روحي ويد الرب كانت شديدة علي. تصعب المشكلة قوي وحروح أقول للناس وأنا عارف النتيجة مسبقة إن هم مش هيقبلوا الكلام، وبعدين الكلمة اللي أنا هقولها دي هتبقى دينونة عليهم، فهعمل إيه؟ شوف الصورة اللي بعديها. ابتدى يتحرك ناحية المسبيين عند تل أبيب. تل أبيب على فكرة دي مش في تل أبيب الحالية، تل أبيب دي كانت موجودة في بابل اسمها كومة القمح. ده كان يعني لما اللي اتخذوا في السبي الأولاني ودوهم بابل راحوا عملوا زي مستعمرة كده سموها تل أبيب. تل يعني كومة،
اتكوموا يعني، وهم عارفين او بيحبوا يسموا نفسهم قمح حنطة، فسموها تل القمح او قمة القمح، تل ابيب، غير تل ابيب اللي موجودة دلوقتي في اسرائيل قرب يافا، وهم خدوا نفس الاسم من الاسم مكان تجمعهم اللي كان موجود في بابل. تل ابيب الحالية دي انشئت 1909 كمكان تجمع لليهود في فلسطين، لكن هو راح للمركز الرئيسي بتاع المسبيين، لان قلنا ان شغلته وخدمته هتكون بين الناس اللي فين؟ في السجن. عند نهر خابور حيث سكنوا، هناك سكنت 7 ايام متحيرا في وسطهم. قعد 7 ايام في وسطيهم مش عارف يبتدي منين ويقول ايه. خدوا بالكم من كلمة 7 ايام دول، كمان دولة الايه الزمن، كأنه عايش مخدومين كل ايام حياتهم وهو مش عارف يبتدي منين. وكان عند تمام 7 ايام ان كلمة الرب صارت الي قائلة: يا ابن ادم قد جعلتك رقيبا لبيت اسرائيل. ربنا بعت له رسالة جديدة، قال له بقى انت شغلتك انك هتراقب رقيبا. تعمل ايه يا رقيب؟ فاسمع الكلمة من فمي وانا وانذرهم من قبلي. اول اسمع مني وما تقولش من نفسك. اذا قلت للشرير موتا تموت وما انذرته انت، ولا تكلمت انذارا للشرير عن طريقه من طريقه الرديئة للحياء، فذلك الشرير يموت باسمه، واما دمه فمن يدك اطلبه. انك شفته وما ايه ما حذرتهوش، هو هيموت بخطيته لكن انت هتبقى مسؤول برضك ايه. وده اللي خلى بولس يشد شعره ويقول: ويل لي، الضرورة موضوع علي، فويل لي ان كنت ايه لا ابشر. وان انذرت انت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرديئة فانه يموت باسمه، اما انت فقد نجيت نفسك. والبار ان رجع عن بره وعمل اثما وجعلت معثرة امامه فانه يموت، لانك لم تنذره يموت في خطيته ولا يذكر بره الذي عمله، واما دمه فمن يدك اطلبه. وان انذرت انت البار من ان يخطئ البار وهو لم يخطئ فانه حياه يحيا، لأنه أنزل وأنت تكون قد نجيت نفسك. يعني مسؤوليتك أنك توصل الكلمة. عشان كده في حتة تانية ربنا يقول: هلك شعبي من عدم الإيه؟ المعرفة، أن محدش قال له. وكانت يد الرب علي هناك وقال لي: قم أخرج إلى البقعة وهناك أكلمك. شوفوا تعبير كانت يد الرب علي، كان يعني واحد ربنا بيجرجره. بقعة يعني أرض واسعة أو حتة فسحة كبيرة كده. فقمت وخرجت إلى البقعة، وإذ بمجد الرب واقف هناك كالمجد الذي رأيته عند نهر خابور، فخررت على وجهي، فدخل في روح وأقامني على قدمي. حلو التعبير ده، كل ما تقع أطلب الروح ده إيه يقومك. كل ما تحس بضعف، كل ما تحس بعظم مسؤولية أو بعدم قدرتك على حاجة، أطلب الروح ده اللي يديك قيامة. ثم كلمني وقال لي: اذهب اغلق على نفسك في وسط بيتك. طلب منه طلب عجيب قوي، قال له: روح واقفل على نفسك فين؟ في بيتك. هو قال له اشمعنى بيتك ده؟ قلنا ان كل الناس اللي مسبيين دول اتسابوا في السبي الايه الاولاني. لما راحوا في السبي الاولاني كان عندهم امل ان هم بسرعة هيرجعوا، فما اهتموش ان هم يبنوا بيوت. راح ربنا بعد زي ما شفنا في ارميا قال لهم: لا، ابنوا بيوتا واغرسوا ايه كروما. دي العملية ايه هتطول. هم ما كانوش مصدقين. كان اول واحد يبني بيت وينفذ كلمة ربنا مين؟ حزقيال. راح بنى بيت فعلا زي ما احنا شايفين. قال له: خش بيتك واقفل على نفسك واقعد جوه، عشان تعلمهم ان الكلمة اللي انا بقولها لازم يسمعوها. فراح دخل جوه البيت. وانت يا ابن ادم فهم يدعون عليك ربة ويقيدونك بها، فلا تخرج في وسطهم. الصق لسانك بحنكك، ما تتكلمش خالص لكن اقعد جوه البيت.
فتبكم ولا تكون لهم رجلا موبخا لانهم بيت متمرد. فاذا كلمتك افتح فمك فتقول لهم هكذا قال السيد الرب: من يسمع فليسمع ومن يمتنع فليمتنع لانهم بيت متمرد. ربنا قال له بقى في وقت هتسكت ما تفتحش بقك فيه، في وقت ايه تتكلم فيه. وزي ما اقول لك اسكت تسكت تتكلم تتكلم، لان الدرس بتاعك المرة دي هيبقى درس صامت. يشوفوك انك قاعد في البيت هيتعلموا الدرس ويعرفوا انهم لازم يبنوا بيوت ويقعدوا، لازم يقبلوا التأديب، مش هيرجعوا بسرعة. عشان كده ربنا محتاج للخادم اللي عنده الحكمة ويسمع ويقدر يميز امتى يتكلم وامتى ايه يسكت. في وقت ساعات الكلام ما يجيبش نتيجة، السكوت هو اللي يجيب ايه نتيجة. عشان كده يبقى عنده الحكمة في صمته ونافع في كلامه، ده الانسان اللي يعرف امتى يتكلم ويقول الكلمة مظبوطة في الوقت المعين، لازم ياخد الحكمة دي من ربنا. عشان كده نجاحه في الخدمة ما يقومش على كتر الكلام، خدوا بالكم من الحتة دي، ما يقومش على كتر العمل او الخدمة نجاح الخادم، لكن نجاح الخادم يقوم على نوعية الخادم مش على كتر الشغل اللي بيعمله. لو نوعيته كويسة بيلقط كويس من ربنا امتى يتكلم وامتى يسكت، دي الخدمة بتاعته اللي تبقى ناجحة وتبقى مثمرة، مش بكتر الكلام او بكتر النشاطات او بكتر الحفلات او بكتر الرحلات، لكن بالنوعية. امتى الانسان في كل خدمة وفي كل عمل وفي كل نشاط بيعمله يبقى ودانه لقطة الكلام اللي بيقوله ربنا، امتى يتكلم وامتى يسكت. في حد يحب يسأل حاجة في الثلاث اصحاحات دول؟